هذا وقد أصبح المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية المتأهلة لنهائيات كأس العالم عام 2018 في روسيا، وذلك بعد تغلبه على نظيره الياباني بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال. وتمكن المنتخب السعودي من إحراز هدف المباراة الوحيد، حيث قدم المنتخب السعودي أداء بطوليا بحضور 62 ألف مشجع في ملعب الجوهرة بجدة. وأصبح المنتخب السعودي أول منتخب عربي يصل إلى 5 بطولات لكأس العالم، وكانت آخر مشاركة له في بطولة عام 2006 التي استضافتها ألمانيا.